إطار الاحتفالات المخلدة لليلة الإسراء والمعراج، نظمت المدرسة القرآنية عثمان بن عفان العلمة سلسلة من المسابقات خلال الأسبوع، اختتمت بترتيب حفل تكريم لفائدة المدارس الفائزة. كما تم في السياق تكريم الشيخ سعيد الكيرد إمام مسجد علي بن أبي طالب بحي قطالي العلمة، والذي أحيل على التقاعد. نشاطنا في هذا اليوم كان عبارة عن حفل تكريمي خاص بالنشاط الأسبوعي الذي دام طيلة أسبوع، الذي يخص ذكرى الإسراء والمعراج. ختامه مسك كما رأينا اليوم، أن كلل بحفل تكريمي للطلبة المتفوقين من طلبة المدارس القرآنية المتواجدة على مستوى مدينة العلمة. كما كان لنا نشاط ثاني، وهو تكريم فضيلة الإمام الشيخ سعيد الكيرد الذي أفنى وكرس حياته في سبيل الوعظ، في سبيل الإرشاد، في سبيل توجيه. وهذا امتثالا لحديث نبينا صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل. هذا الحفل اليوم هو من أجل يعني تكريم لي، وفي نفس الوقت هو إحياء ليلة الإسراء والمعراج. فشكرا للإخوة الذين أبوا إلى أن يقوموا بهذه المهمة العظيمة، نقول لهم جزاكم الله خيرا، وربي إن شاء الله يستركم فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، وربي إن شاء الله ينعم عليكم بالجنة وينعم عليكم بالتكريم الإلهي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحفل حضره إطارات على مستوى مديرية الشؤون الدينية وغالبية أئمة المساجد، ألقيت من خلاله كلمات بالمناسبة وعرض موضح للمشوار العلمي والعملي للشيخ الفاضل السعيد الكيرد. بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج ويوم الشهيد، كان هذا الحفل تحت إشراف السيد مدير شؤون دينية والأوقاف، وكان على شرف قامة من قامات مدينة العلمة المعروفة بالعلم والوسطية والاعتدال، وهو الشيخ سعيد الكيرد الذي قضى أكثر من 30 عاما في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بمسجد سيدنا الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه بمدينة العلمة. طبعا حضر الطلبة والعلماء والأئمة والمحسنون، اجتمعوا جميعا من أجل إكرام هذا الرجل الفاضل. وعلى ضوء هذا الحفل المبارك، نوه عدد من الأئمة على أهمية حادثة الإسراء والمعراج في نفوس المسلمين ومكانة القدس الشريف الأرض المباركة. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما.